تتواصل العمليات العسكرية التي تشنها وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبيان. مصادر محلية تحدثت عن استكمال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحرير مديرية الوضيع بعد اشتباكات مع عناصر القاعدة. السيطرة على المديرية يأتي ضمن عملية عسكرية واسعة بدأتها القوات الحكومية الأحد الماضي ضد تنظيم القاعدة في أبيان. سيطرت خلالها على مدينة زنجبار عاصمة المحافظة ومدينة جعار ثاني كبرى مدنها، إضافة إلى مدينة شقرى الساحلية. هذه السيطرة جاءت بعد دفع الجيش بوحدات معززة بعربات ومصفحة عسكرية إلى المديرية بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران التحالف العربي على مناطق الوضيع ولودر ومودية وأحور. وبسيطرة الجيش الوطني على مديرية الوضيع لم يتبقى سوى مديرية المحفد خاضعة لسيطرة عناصر القاعدة، والتي تتوارد أنباء عن استعداد قوات الجيش والأمن في المحافظة للدخول إلى المديرية وتطهيرها. وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة تكررت مرات سيطرة القاعدة على مدن محافظة أبيان، خاصة زنجبار وجعار والانسحاب منها، كان آخرها في يونيو الماضي قبل أن تنسحب مجددا على وقع العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش مؤخرا.